أناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط لافتتاح مؤتمر الشرق الأوسط 20 للنفط والغاز ميوس 2017. وقد شارك في المؤتمر عدد كبير من الرؤساء والمديرين التنفيذيين والمسؤولين وصناع القرارات الاستثمارية في عدد من البنوك التجارية والشركات المتخصصة في قطاع النفط والغاز. وقد أعرب معالي وزير النفط عن خالص التقدير والامتنان إلى سمو رئيس الوزراء الموقر على دعم سموه الدائم لهذه الفعالية منذ انطلاقتها الأولى عام 1979. وأكد وزير النفط أن حكومة مملكة البحرين الموقرة لا تدخر جهدا في الحفاظ على هذه الطاقة وتعمل جاهدة في تطوير صناعتها البترولية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في قطاع النفط والغاز، حيث يشهد القطاع النفطي تنفيذ عدة مشاريع تصب في النهوض بالاقتصاد الوطني. وأشار وزير النفط إلى أن المؤتمر سيساهم في تدارس التحديات التي تواجه صناعة النفط خلال العقود المقبلة، مع ضرورة استغلال الثروة النفطية لتحقيق التنمية المستدامة واستمرار خطط التنمية رغم تقلبات الأسعار العالمية للنفط وما تشهده سوق النفط العالمية. وخلال حفل الافتتاح قام الشيخ محمد بن خليفة الخليفة بتكريم رؤساء اللجان التنظيمية لميوس عبر تاريخه الذين كان لهم الدور الكبير والجهود الإيجابية عند ترأسهم اللجان التنظيمية لمؤتمر الشرق الأوسط للنفط والغاز منذ انطلاقته الأولى في البحرين عام 1979. مؤتمر الشرق الأوسط 20 للنفط والغاز انطلق لأول مرة على أرض مملكة البحرين في عام 1979، أي قبل 38 عاما. اكتسب سمعة ومكانة مميزة بين المعارض والمؤتمرات العالمية نظرا لتميز البحرين في تنظيمه على أرضها، فضلا عن ما توفره حكومة البلاد من تسهيلات لجميع الشركات العاملة في هذا المجال. فقد جاء المؤتمر في هذا العام حاملاً على عاتقه تطوير الصناعة النفطية من خلال الابتكار والتفوق التشغيلي في هذه الصناعة. والله مثل كل عام هو يجمع المختصين في هذا المجال ويتم بحث آخر التقنيات وآخر ما استجد في عالم الإنتاج واستخراج النفط والغاز، ويتم تقديم يعني الأبحاث الخاصة بالحقول الموجودة في المنطقة، وأصبح عندهم اليوم قاعدة بيانات كبيرة لهذه الدراسات وموجودة اليوم للكل، موجودة على الانترنت تجد فيها كل أنواع التفاصيل عن الحقول، عن المشاكل والحلول اللي طبقوها ومدى نجاحها إلى آخره. فأهمية ميوس كبيرة جدا وتزداد في كل سنة. مؤتمر ميوس شارك فيه 8000 مختص في قطاع النفط والغاز، واضعين نصب أعينهم مناقشة أهم التحديات التي تواجه قطاع النفط والغاز، وأهمها عدم توفر الموارد البشرية الماهرة من المهندسين والتقنيين المهرة وتقديم أفضل التقنيات الحديثة في مجال النفط والاستكشاف. الميوس هو عبارة عن معرض من أكبر المعارض في الشرق الأوسط. إحنا في المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودول الخليج نعتز بهذا المعرض لكونه ليس معرض كأي معرض غاز أو زيت، ولكن هو عبارة عن معهد حقيقة، معهد وير التكنولوجيا الجديدة في حفر وصيانة الآبار والإنتاج تقدم بصورة مختلفة كل سنة. السلعة الاستراتيجية الأهم عالميا في مزيج الطاقة العالمية، فهي تحتل مكانة كبيرة على صعيد الاقتصاد العالمي، وحكومة مملكة البحرين الموقرة لا تدخر جهدا في الحفاظ على هذه الطاقة وتعمل جاهدة في تطوير صناعتها البترولية من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة في قطاع النفط والغاز بهدف النهوض في الاقتصاد الوطني. هذا المؤتمر الهام مؤتمر ميوس يحتفي بالنسخة 20 هنا على أرض مملكة البحرين، ويحمل في طياته خبرات 38 عاما من النجاح وتوسيع التفاعلات بين قادة الصناعات النفطية وقادة التكنولوجيا الحديثة،
فالتقلبات في أسواق النفط والغاز جلبت العديد من التحديات، وهو ما زاد التركيز على الابتكار والتفوق التشغيلي لمجابهة هذه التحديات. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.